معارك تطهير الجيوب في جبهة بيحان. هذا ما أكده قائد بارز في الجيش الوطني تعليقا على سير المعارك فيما تبقى من المناطق التي تتمركز فيها الميليشيا غرب عسيلان وعلى الطريق الواصل بين بيحان والبيضاء إلى الشمال الغربي من محافظة شبوة. قائد محور بيحان واللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح أكد تحرير مركز مديرية بيحان بالكامل، فيما تتواصل عمليات تطهير بعض الجيوب من بينها وادي خير ومنطقة ريدان جنوب غرب مدينة العليا. وبحسب اللواء بحيبح سيؤدي هذا الإنجاز إلى منع تهريب السلاح والنفط من السواحل الشرقية إلى مناطق سيطرة الميليشيا. بيحان واليوم هذا باقي تطهير بعض الجيوب في الوادي خير مثل ريدان مثل مناطق بسيطة مستمرة، أنا أكلمكم الآن المعارك مستمرة الآن. وبحسب مصادر عسكرية ميدانية شهدت الساعات الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا في كل من جبل حيد بن عقيل الاستراتيجي ومناطق القبيل والشاقة ومفرق الحمى ومحطة السيد وجبل بني قبان غرب مديرية عسيلان قبل أن يتم تطهيرها بالكامل من عناصر الميليشيا وسط استسلام العشرات منهم، ومعهم استعاد الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. محافظ شبوة كان حاضرا في الجبهة ومؤكدا على أن الحرب متواصلة حتى تحقيق أهدافها النهائية. تحيات عسيلان وتحيات رئيس الجمهور لهم على رؤساء القوات المسلحة والمقاومة، ولا ينسى موقف القوات المسلحة في كل جانب من الجوانب، وهذه مش المرحلة الأخيرة، المرحلة عادها قادمة إلى إن شاء الله مران. طيران التحالف واصل طلعاته الجوية فوق مناطق العمليات وقدم إسناداً قوياً للجيش والمقاومة في هذه الجبهة، ووجه خلال الساعات الماضية العديد من الضربات الجوية المؤثرة لمناطق تمركز الميليشيا في جبل ريدان، كما استهدف تعزيزات للميليشيا قادمة من محافظة البيضاء. يأتي ذلك فيما استعادت مدينة العليا مركز مديرية بيحان الهدوء والاستقرار في وقت عزز فيه الجيش الوطني انتشاره في المدينة وفي عدد من المناطق المهمة التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين. أهلنا وأخواننا في بيحان على تحريرها من الميليشيات الكهنوتية، الميليشيات الإيرانية التي عاثت وبطشت شعبنا ومن ضمن أهلنا في بيحان منذ سنتين ما يقارب سنتين ونصف، وهي باركة على الشعب. اليوم تروا مظاهر الفرحة بتحرير بيحان. نشكر مقاتلي اللواء 26، نشكر مقاتلي اللواء 19، نشكر المقاومة فردا فردا وجماعة جماعة، نشكر جهود اللواء 21، نشكر كل من شارك في معركة تحرير بيحان. وللحفاظ على مكاسب الأيام الماضية نصب الجيش نقاط تفتيش على الخط الأسفلتي الرابط بين مديرية بيحان ومحافظة مارب، وكذا في المناطق الرئيسية بالمديرية في الوقت الذي يواصل فيه ملاحقة فلول الميليشيا في المنطقة.